قال أنا عندي علم. قال أنت بتقلدني في الشكل وكذي، أنا عندي علم في مجال المناظرات، عندي علم. بحاول يقلد في شخصي في المناظرات زي ما أنا بناظر، لكن أنا عندي علم، أنا ما بناظر بالكواريك. أنت قاعد حلقوم كبير؟ لا لا، الشغلانة دي معها حاجات، معها علم، ما حلقوم كبير. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال ابن عيينة في تفسيره لهذه الآية، في تفسير ابن كثير: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. انت شنو يا اخي، انا عندي علم والى اخره. العلماء قاعدين يتواضعوا لله سبحانه وتعالى، وغيرهم بيتواضعوا وينسبون الفضل الى الله جل في علاه في كل شيء، في العلم، في غيره، في القوة، في الكرم، في النعم. فلما رآه مستقرا عنده، ده سليمان عليه السلام، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وهناك موسى عليه السلام تولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ينكسر لله سبحانه وتعالى ويتواضع لله، وهذا شأن عباد الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا شنو؟ سلام. يتواضع لله سبحانه وتعالى، يتواضع مهما تعلمت، تتواضع وتحترم الناس اللي بيجوا يتعلموا منك وتتأدب معهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. تواضع. اليوم اللي بتتكبر انت خلاص دمرت نفسك. اليوم اللي بتتكبر تتزلع. الله قال في القرآن: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم شنو؟ داخلين صاغرين أذلاء. واليوم اللي تتواضع الله بينصرك وبيرفعك. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لما رأى الذل فيكم والانكسار نصركم الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا أخي تواضع لله، شنو أنا عندي علم وأنا